إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام بطبيعة الحال. إذن تحية عطرة، تحية طيبة للجميع سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في هذا البث المباشر. شنو رأيكم في النصابة اللي كيستغلوا الحالات الخاصة وكينصبوا عليهم بدعوى المساعدة؟ للأسف الشديد كاين بعض النصابة للأسف اللي كينصبوا على الحالات الخاصة، كينصبوا عليهم دعوة ديال المساعدة، دعوة المساعدة، دعوة أنه غادي يقدم له يقدم له أو يقدم له طبيعة الحال الحالة الإنسانية مساعدة وغادي يتعاون معه، ولكن للأسف الشديد ما كيرحمهمش وكينصب عليهم. عدد ديال الحالات اللي نصبوا عليهم للأسف كتزاد نهار بعد نهار، وهذا نداء أن الإنسان يرد بالو، ما بقى ثقة حتى واحد للأسف الشديد. تانا مباشرة في الجولة الليلية عبر شوارع وأزقة المدينة، أجواء باردة بمدينة العرائش. الأجواء جميلة والباردة بمدينة العرائش. إذن شنو رأيكم النصابة اللي كيستغلوا للأسف الشديد الحالات الإنسانية وكينصبوا عليهم بدعوة أنه باغي يتعاون معاه أو باغي يقدم لنا يد المساعدة؟ إذا شنو رأي ديال المتبعين الأوفياء ديال قناة شوف تيفي في النصابة اللي كينصبوا على الحالات الإنسانية أو النصابة اللي كينصبوا على الناس للأسف الشديد بحال الواقعة اللي وقعت اليوم في مدينة تطوان؟ هاد الواقعة هادي مسنة حسب القول ديالها بطبيعة الحال، حسب التصريحات ديالها أنها عندها 80 سنة وولد الأخت ديالها باغي ينصب عليها وباغي يديلها الدار ديالها ومرحمهاش بطبيعة الحال حسب القول ديالها بطبيعة الحال، وأنها مهددة بالتشرد أي وقت من الأوقات. خي طريق مرحبا بك فهد، تحياتي لك ومرحبا بك خطا فهد. كي قلنا بان بغيت من المغرب حفظو من واحد اثنين خوت، كيقول بان شي وحده نصبوا عليها في كازا بطبيعه في الدار البيضاء بطبيعه الحال بنفس الطريقه. تحياتي لك خي طريق من الجديده، تحيه للمتبعين الاوفياء سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينة العرائش. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام أكيد. إذا شنو رأيكم في الحالات الإنسانية اللي كينصبوا عليهم؟ شنو رأيكم في النصابة اللي كثروا للأسف الشديد همهم الدنيا وجمع الأموال وشي مشكل يكون على من ما كان وخا يكون على الفقير اللي كيكون للأسف الشديد في أمس الحاجة ديك الحاجة بطبيعة الحال، سواء كان المنزل ما يتعلق بالمنزل أو يتعلق بفلوس بطبيعة الحال، لأن النصاب للأسف دائما باغي يأخذ غير هو للأسف. تعالوا مباشرة في هذه الجولة الليلية شوفوا الأجواء الباردة بمدينة العرائش. تحية
إبراهيم من برشلونة، تحياتي لك خاي، مرحبا بك، تحية للمتابعين الأوفياء، تحية للجالية المغربية المقيمة أوروبا، وعليكم السلام بروكسل، تحياتي لك. إذا شنو رأي ديال المتابعين الأوفياء في النصابة اللي كينصبوا على الناس للأسف الشديد بطرق جهنمية، كيتصلوا بهم وكيقولوا لهم على أنهم غادي يقدموا لهم يد المساعدة وغادي يتعاونوا معهم، ولكن للأسف الشديد في الاخير كتكون الصدمه قويه وكينصبوا عليهم وما كيعقلوش عليهم للاسف الشديد. شنو الرأي ديال المتابعين الأوفياء ديال قناة شوف تي في في النصابة اللي كينصبوا على الحالات الإنسانية وما كيعقلوش عليهم وما كيرحموهمش للأسف الشديد